التعاونية سند فلاحية بجامعة أولاد مبارك إقليمي ميلان. التعاونية اللي تأسست سنة 2013 تشتغلوا على التثمين والتسويق ديال بعض المنتوجات المجالية اللي تتميز بها الجهة ديال المناخ المبرى. التخصص ديالنا هو في كل أنواع التوابل والتوابل المختلطة، المجموعة ديال الأطباق المغربية، تشتغلوا على كل أنواع ديال الكسكس بالحبوب اللي عندنا طبعا في المنطقة بحال القرش، الذرة، الإبان، الخرطال، مجموعة كبيرة من الحبوب. تشتغلوا أيضا على الزرارع مثلا نقولوا الزنجلان، النافع، الحلاوة، مجموعة أيضا ديال مجموعة كبيرة ديال الأنواع ديال الزرارع. التعاونية الحمد لله استطاعت أنها تخدم على المنتوج ديالها، استطاعت أنها دير منتوج بجودة عالية، استطعنا أننا نأخذ شواهد ديال السلامة الصحية، شواهد ديال التصدير، مجموعة ديال الجوائز وميداليات ذهبية ديال التلميذ. الآن الحمد لله درنا واحد سوق تضامني تابع للتعاونية، واللي تنسوقوا فيه مجموعة ديال المنتوجات المجالية ديال مجموعة ديال التعاونيات اللي كاينين في الجهة، أيضا تعاونيات وطنية. هذا السوق النموذجي فيه منتوجات كلها خاضعة للمعايير ديال السلامة الصحية، منتوجات في جودة عالية اللي تنعرفوا فيها بالمنتوج المحلي أو المنتوج الوطني اللي تتميز به المغرب ديالنا. ايضا حضرنا بزاف ديال المعارض والملتقيات سواء وطنيا ولا دوليا. مشينا لمعارض دوليه بحال معرض ديال المانيا، مشينا لمعرض ديال فرنسا ديال بي تو بي اللي كان عندها في الولايات المتحده الامريكيه، مشينا لكندا، مشينا لمجموعه ديال الدول ايضا العربيه، مشينا للملتقيات ايضا ملتقيات اللي تخصوا مثلا المقاولات النسائيه. شاركنا في عده مسابقات وانا كان لي الشرف انني فزت بالوسام العالمي لصانعة التغيير بسنة 2020 من بين مجموعة ديال النساء العربيات. كان واحد المؤتمر في تركيا اللي يكون هو مؤتمر سيكون كل سنة ديال المرأة الريادية والقيادية. C'est Pone Mariam, j'ai 26 ans, je suis en deuxième année Ultravel Agency à l'ISTA de Ouled Handel. Mais je travaille ici à la coopérative Sanads de manière partielle. Lorsque je finis les cours, que ce soit la journée ou à l'après-midi, je viens travailler. Je m'intègre très facilement, c'est ma deuxième année que je travaille à la coopérative Sanads. J'ai même surnommé les mamans de la coopérative Maman Rafida, Maman Hamina, elles sont tellement gentilles. Et en dehors même du côté professionnel, on a aussi une intégration sociale. Par exemple, s'il y a des activités, des décès et autres,
on fait une équipe et on va ensemble saluer. Vraiment, je m'adapte. La coopérative aussi, ça va, j'apprends beaucoup. C'est une expérience que j'aimerais aussi développer dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Apprendre à connaître les épices, leurs vertus sanitaires, alimentaires et tout ça. Et aussi, elle me donne le privilège de vendre le beurre de karité ici, et de chercher aussi d'autres clients. Vraiment, c'est un exemple à suivre, la coopérative Sanat. مارشي سند سوليدير هو متجر الكتروني للتعاونيات سند الفلاحيه اللي كيحتوي على مجموعه ديال المنتوجات المجاليه الطبيعيه، كل انواع ديال العطريه والكسكس والحبوب، وهذا الشيء كامل بكل معايير السلامه الصحيه.
وهكا غادي تساهم في تحفيز ازيد من 80 مرأة قروية. ايواش كتسنى؟ جرب المنتوج المحلي اللي في بلادك والتوصيل حتى الباب الدار والدفع عند الاستلام.